السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال فودان فوتوشوب عندنا النهاردة شرح عملناه قبل كده، هو مش جديد، عملناه قبل كده وهنعمله تاني، لان زي ما انتوا عارفين ان كل الفيديوهات اللي كانت موجودة على القناة القديمة اتمسحت، فاحنا هنعمل فيديو تاني لان الطلب مننا الفيديو ده كتير، اللي هو لو انت عندك برينتر كيوسيرا كرانفادلر يوتاكس ازاي تحمل التعريف الخاص بيها او بالمكنة بتاعتك بنفسك من الموقع الرسمي الخاص بالشركة. كيوسيرا كرانفادلر ويوتاكس هما براند واحد او الاساس واحد، ولكن عبارة عن وكلاء في دول مختلفة، كل وكيل بيسمي باسم خاص بيه. يعني كيوسيرا مقر رئيسي هو اليابان، وهي مجموعة شركات او شركاء لقيها في المانيا باسم ترامب ادلر او يوتاكس، تمام؟ هما واحد قطاع غير واحدة، ولكن السوفت وير اللي موجود على المكنة هو شبه بعض، بس لو انت جبت مكنة كيوسيرا نفس الموديل موجود في ترامب ادلر هتلاقي ان التعريف اللي بيشتغل على دي مش هو او مختلف عن التعريف اللي بيشتغل على دي. فكل مكنة او كل وكيل ليه السوفت وير او الدرايفر الخاص بيه. لذلك لو انت عندك برينتر كيوسيرا من اي وكيل سواء ترامب ادلر يوتاكس او كيوسيرا، ازاي هنحمل التعريف الخاص بيه؟ اولا لازم تحدد انت عايز تحمل ايه. هنبتدي بالكيوسيرا، هي الشركة الام. انت عندك برينتر كيوسيرا عايز تحمل الدرايفر الخاص بيها، اول حاجة تفتح صفحة جوجل، وهتكتب في السيرش كيوسيرا داونلود سنتر، كيوسيرا داونلود سنتر، تضغط انتر. اول لينك خالص اهو داونلود سنتر، هنخش عليه. ده الداونلود سنتر الخاص بكيوسيرا، يعني انت لو برينتر بتاعتك مكتوب عليها كيوسيرا اكتب في جوجل كيوسيرا داونلود سنتر. هنيجي هنا اول حاجة قالك حدد الريجيون، المنطقة بتاعتك. يفضل انك تختار جيرماني، هتلاقي تعريفات اكتر. يعني انت ممكن لو اخترت ايجيبت هتلاقي هنا ايجيبت، اختار ايجيبت اكتب مثلا موديل البرينتر بتاعتك مش هتلاقيها، فلا اختار جيرماني واكتب بقى اي موديل هتلاقيه، وليكن 400 برينتر ال 400، خش عليها. هتحدد الاوبريتنج سيستم واللانجوج، وبعد كده هتحمل التعريف الخاص بيه. اولا هو عمل ديتيكيتد الاوبريتنج سيستم بتاعي وعرف ان هو ويندوز 10 64 بت اوتوماتيك من غير ما اعمل اي حاجه، الا اذا انت كنت عايز تحمل التعريف لجهاز تاني او نسخه تانيه هتختار النسخه اللي انت عايزها من دول. عموما تعريف الكيوسيرا بيشتغل على كل انظمه النسخ الويندوز، يعني لو اللي هتحمله ده هشتغل على 7 وهشتغل على 8 وهشتغل على الاكس بي وهشتغل على كل حاجه، تمام؟ انهي بقى تعريف هنزله من دول؟ اول واحد حمله واشتغل عليه، بس حمله من هنا كده اهو، نضغط نقرا البوليسي او اللايسنس نقول له اجري، هيبتدي يحمل معايا هنا، تمام؟ ده بالنسبه للكيوسيرا. طيب انا عندي البرينتر بتاعتي ترامب ادلر نفس الموديل ده بس ترامب ادلر، طبعا الرقم بتاعها بقى مختلف، بيبقى مثلا رقمها 40 30. فهنيجي هنا برضو نفتح صفحه جوجل نفس الطريقه، وهنكتب فيها ترامب ادلر داونلود سنتر، نفس النظام ترامب ادلر داونلود سنتر، واول لينك برضو لو مكتوب فيه داونلود اهو خش عليه. هنيجي هنا تحدد له انت عايز تحمل التعريف ده لبرينتر ولا لمالتي فانكشن سيستم ولا كوبي سيستم، لازم تحدد. انا هحمله لبرينتر اللي هي ال 40 30 اللي هي شبهها اللي احنا حملناها في الكيوسيرا، وهاجي هنا اختار الموديل بتاعي، هتنزل بقى ايه تختارها يدوي اهي اللي بي 40 30، ودي طبعا كل موديلات البرنترات في الترامب ادلر. بعد كده نيجي هنا للدرايفر، وهنا نختار الاوبريتنج سيستم ويندوز 10 64 بت، هنا مش عمل ديتيكيتد اوتوماتيك، انت لازم تختار مانيوال، ودي كلها تعريفات ممكن تستخدمها. هتلاقي البيزك، تعرف البيزك اللي مساحته بقى في الميجا اللي هو ده مساحته 1 ميجا، تعريف اساسي خاص مجرد انت تطبع بس. وفي التعريف الكامل اللي هو بيبقى مساحته 69 ميجا او 74 ميجا، انا افضل اللي هو ال 74 ميجا دون اللي هو الكي اكس يونيفرسال بوسكرايب
يبقى كويس، بنعمله داونلود وبتلاقي بقى فيه الفيتشر كلها، ان انت تغير مقاس الورق ونوع الورق والريزولوشن وكل حاجة بيبقى موجودة في الخيارات الخاصة بالدرايفر. ابتدي حمل معايا هنا تحت اهون، خلاص انا مش عايز احمله. ده بالنسبة لو انت عندك برينتر درايفر. طب لو انت عندك برينتر يوتاكس تعمل ايه؟ يوتاكس بقى هنا بيختلف الوضع، بنكتب utax.com، خش على موقع التاكس مباشرة، بنيجي هنا عندي داونلود سنتر ومنها درايفر هنا اهي، ونيجي هنا نقول له انا عايز احمل التعريف مثلا لكوبي سيستم، مكنة تصوير او برينتر مالتي فانكشن. يجي تاني حاجة بيقول لي الموديل بتاعها كام، كل دي الموديلات اهي، شوف الموديل بتاعك اللي انت عايز تحمله وليكن 2660 مالتي فانكشن الالوان، وابتدي اقول له انا عايز ويندوز مثلا 64 بت، اقول له مثلا لغة عربي، اي لغة عادي عربي. تيجي هنا اول حاجة ده التعريف البرينتر، برينتر درايفر بنحمله، نضغط هنا على اللينك كده كده، ابتدي حمل معاه تحت هنا اهو، طبعا انا مش عايز احمله، وانزل تحت خالص كل طبعا تعريفات، بنروح عند السكان درايفر، في ده وفي ده، هنحمل ده اللي هو المهم، وده التوان ده اللي احنا بنعمل له ابديت وبنشاور عليه عشان يتعرف، ده الاساسي بالنسبه لنا. نضغط على اللينك وابتدي نحمل الدرايفر بتاع السكانر. يبقى انا حملت كده برينتر وسكانر. كده انا شرحت الطريقه للتلات وكلاء، كيسيرا ترامب ويوتاكس. اتمنى يكون الشرح بسيط نال اعجابكم. كان معكم كمال فودان فوتوشوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.